الامور. اهلا وسهلا بكم على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه، والبدايه ستكون باخبار ساره تاتينا من غابورون من بوتسوانا. وفوز المنتخب الوطني التونسي لتنس الطاوله لاقل من 19 سنه ببطوله افريقيا، الفوز باللقب الحقيقه غالي برشا لانه يجي امام منتخب قوي هو المنتخب المصري اللي نعرفوا التقاليد نتاعو ونعرفوا ايضا الاسماء اللي موجوده في المنتخب هذا سواء بالنسبه للاولاد والا بالنسبه للبنات. الفوز المنتخب التونسي كان 3-1، والانتصار هذا تكمل القيمة متاعه في أنه يأهلنا لبطولة العالم اللي بشتكون في شهر نوفمبر هذية في السويد. المنتخب متاعنا متكون من وسيم الصيد، فارس الصيد، يوسف العيدلي ومحمد أمين الخلوفي. ألف مبروك للمنتخب هذي اللي شفناه وإحنا تبعناه في الإذاعة الوطنية التونسية من عمر أصغر من العمر هذي اللي شاركوا فيه، وما يشاركوا حتى في أصناف سنية أخرى، يشاركوا كما قلت في دورات كثيرة في تونس، خارج تونس، في القارة الإفريقية، كل ما فما دورة الحقيقة الجامعة تشجعوا أنه الأولاد هذوما يكونوا موجودين ويكسبوا أكثر ما يمكن من الخبرة. والانتصار هذايا ما يلزموش يتعدى مرور الكرام، لأنه كما قلت على منتخب مصري بنجاح عالمي نعرفوا المنتخب هذايا في اختصاص تنس الطاولة. برافو إذن الأولاد على التتويج هذايا اللي كما قلت ثمرة مجهودات متاع فترة طويلة. ونذكر أنه المنتخب التونسي كان دخل 3 نهائيات، بخلاف النهائي هذايا فما زوز نهائيات أخرين في الأولاد أقل من 15 سنة وفي البنات أيضا أقل من 15 سنة، والهزيمة كانت أمام المنتخب المصري والفوز بالميدالية الفضية بالنسبة للبنات وأيضا للأولاد. فألف مبروك مجددا بالنسبة لأولادنا اللي كسبوا الميدالية الذهبية. في كرة السلة وابقى دايما مع التتويجات، وبطل تونس أو بطلة تونس في كرة السلة هما النادي الرياضي الصفاقسي اللي بيهم نختموا موسم كرة السلة. البارح كان نهائي على مقابلة وحيدة بين فريق النادي الرياضي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي، مقابلة وحيدة في قاعة محايدة، قاعة مزالي في المنستير، خسارة وأنه فماش جماهير الفريقين بالعدد الكافي، حتى وكان فما العدد كان قليل ياسر باش ينجموا يعيشوا الأجواء نتاع المقابلة هذية اللي كانت فيها المنافسة كبيرة. صحيح سياسيس من الأول ظهر أنه فريق يحاول أنه يكسب بطولته رقم 20 أمام فريق وأيضا عنده تتويجات زوز ألقاب 2008 وأيضا 2022. في الأخير المقابلة مشيت لنادي صفاقسي 63 مقابل 60 حتى اللحظات الأخرانية، ونعرفوا الثواني قداش عندها قيمتها في الباسكيت. كان الفوز ديما للاتحاد الرياضي المنسيري 63 مقابل 57، وفي الأخر رجع فريق أمل الوطن القبلي وقلص الفارق ل3 نقاط. مبروك لفتيات النادي الرياضي الصفاقسي اللي هما الأولانيين ورايدين في الفوز بالبطولة، البطولة رقم 20 يعني نجمة ثانية بالنسبة لبنات سي اس اس في الباسكت. شبيبة المنازة نذكر كانت حصلت على كأس تونس أمام نادي كرة سلة نسائية بجمال، وهما بتبيعة المتوجين فريق شبيبة المنازة والسي اس اس كما في الأولاد أيضا الاتحاد الرياضي المنسيري ونادي الإفريقي. كرة القدم الجامعة تنتظر في مراسلة الفيفا حول مستقبل التسيير في تونس. ذكر أن المهلة انتهت، مهلة 15 جويلية اللي كانت مدة نيابية استثنائية بعد التمديد، فمش حاجة رسمية لأنه فما أسماء قاعد يتم تداولها سواء أسماء كانت شهدت مناصب قيادية وهما رؤساء في جمعيات ولا أسماء أخرى. المهم فما حتى حاجة رسمية، وننتظر كما قلت المراسلة متاع الفيفا، ما تصورش أنه تنجم تفوت نهاية الأسبوع. أخبار الأندية التونسية، وعلى ذمة الهداف الجزائرية يوسف البليلي ممكن يرجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. الأخبار تأتينا من فريق المولدية. هو من الأول نعرف أنه البليلي حس روحه مضغوط في الفريق، طلب حتى أنه يتم ترفيع في الأجر متاعه كأنه يضغط على الفريق سيبني بركة. المهم هو أنه الفريق كان طلب مبلغ الحقيقة كبير وخيالي باش يتم تسريح اللاعب يوسف البليلي، وعرض الترجي كان 500,000 يورو للعودة، ويبدو أن الفريق لا يمانع وأن يوسف البليلي يمشي للترجي الرياضي التونسي. أبقى في الترجي، وحصوله على مكافأة الوصافة في دوري الأبطال بمبلغ 2 مليون دولار، أضربوا في 3 وأكثر شوية باش تحصلوا على المبلغ التونسي. في تدريبة الترجي الكل ينتظر رودريغو رودريغيز، كل يوم أو غدوة يكون موجود في الترجي. في النادي الافريقي تراجع معز بن شريفي عن الانضمام للفريق بعد ما مشى شوط كبير الحقيقه في المفاوضات وايضا في الاتفاق، وحتى كان خضع للاختبار الطبي كما فما حتى حاجه رسميه بالنسبه لغيلان الشعليلي.
كينغس ليدو. أيضا الفريق ينتظر عودته للتمارين. فالاتحاد الرياضي المنسير يتعاقد مع معاذ الحاج قادما من الاتحاد الليبي، ملك الميلادي من درجة ثانية سعودية ورياض الفريوي. فالنادي الصفاقسي لاعب من الهندوراس في الفريق روبيتو تورو، متوسط ميدان هجوم يلعب في بيترو، وبالتأكيد هذا بإشارة من المدرب سانتوس. النجم الساحلي المشاكل المادية تطغى على تحضيرات الفريق والمطالبة بالمستحقات المالية، باش ممكن يقدموا شكوى للجنة النزاعات في الجامعة، وبعض اللاعبين يفضلوا الخروج من النادي. جاكم بي في تجربة مصرية خارج النجم الساحلي في فريق المصري البورسعيدي. الأولمبي البيجي في غمرة احتفالية بعيد ميلاده 95، إن شاء الله بتبيع من تقدم إلى آخر. بالنسبة للأولمبي البيجي نذكروا أن حمدي المرزوقي سيكون مساعد لنصيف البيوي. أسبوع تقريبا مازال يفصلنا على انطلاق الحدث في باريس للألعاب الأولمبية اللي تنطلق 26-27 جويلية حتى 11 أوت. بطبيعة الإذاعة الوطنية التونسية باش تكون فما مواعيد مستحثة بخلاف البرامج اللي تعودتوا بها، ولا نزيدوا شوية ممكن في الوقت، وإذا كان فما تأهل بالنسبة للرياضيين اللي باش يكونوا موجودين أكيد كما قلت برامج ومواعيد باش تكون كالعادة، بالإضافة للحصة باش تكون خاصة لتقديم الحدث هذايا ليلة الألعاب. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية سيد محرز بوصيان باش يكون حاضر في باريس بصفته، لكن أيضا كعضو في لجنة الانضباط. بعض الأخبار اللي تهم الأندية وأيضا المنتخبات، برشا منتخبات قاعدة تحضر في الوقت هذايا وتلعب مقابلات ودية باش تكون حاضرة كما يلزم في الألعاب الأولمبية بباريس، وفما أندية أيضا تحضر لانطلاق الموسم. البارح مقابلة ودية بين إنتر ولوغانو السويسري، فوز إنتر 3-2. النصر السعودي واصل استعداداته للموسم في غياب رونالدو فترة راحة، لكن النصر اختار أنه يحضر في البرتغال. البارح تم إلغاء مقابلته ضد سلتا فيغو، وفي برنامج مقابلات قادمة باش يلعب ضد فريق بنفيكا وأيضا بورتو. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، تقابلوا إن شاء الله في معيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.